مخالفة الأنظمة المرورية هي سلوك غير حضاري وسبب في تعطل حركة السير، ومن هذه المخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق. وما حد فينا يرضى بسلوك يأخرنا ويعرضنا للخطر ويكون سبب في انزعاج الغير والتعدي على حقوقهم. تجاوزك لأنظمة المرور نتائجها حوادث مرورية وعرقلت حركة السير. وللحد من هذا السلوك بدأت الإدارة العامة للمرور باستخدام الأجهزة التقنية الذكية المطورة من قبل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشام تحكم لرصد وضبط هذه المخالفات على كافة الطرق، حيث تقوم هذه التقنية بتحديد المركبات المخالفة ثم تقوم بتصويرها معتمدة كليا على تقنية الذكاء الاصطناعي، ومن ثم رصدها بشكل آلي. هدفنا سلامتكم.